بركب طقم اسنان قبل ما بشيل، قبل ما اعمل ريموف للتول اللي عندي، لا بطلب منه انا خلاص غسلت، بطلب منه لو مركب اي تركيبه. ساعات الناس بتبقى مركبه تركيبات متحركه، ممكن تركيبه واحده مثلا مش شرط طقم اسنان كامل، لا ممكن تركيبه حاجه بسيطه. انا عملت له ماوس كير وهو غسلت له اسنانه، وفي نفس الوقت لو مركب تركيبه انا برضه هخرجها وابتدي ايه اسك البيشنت. طبعا هو اخد منه، بستخدم الفور باي فور جوز وابتدي اخد الايه لو مركب اللي هي الدنشرز اللي عندي، وابتدي انا عندي القاب ومحطاها في القاب اللي عندي تمام، وهعمل لها كلينز طبعا في الحوض بتاعي تمام. وبعد كده ببتدي استخدم الخيط بتاع الاسنان اللي عندي، طبعا في الخيط بتاع الاسنان بلف طبعا من 10 ل 11 طبعا حاجه كده على الاندكس بتاعي، الف الخيط وابتدي اسلك بيه. طب ما عنديش في حاجه جديده اهي، دي خيط الاسنان، وابتدي اعمل ايه استخدمها. طبعا استخدم خيط الاسنان بتوين التيس تمام، اللي هو ايه بنسميها احنا سلكت الاسنان بين الاسنان، وابتدي ايه ادخلها واكررها اكتر من مره تمام، لحد ما انضف بتوين التيس بتاعتي تمام. ده بالنسبه لايه، بالنسبه للجزئيه بتاعت لو مركب طقم اسنان وكمان سلكت الاسنان. خلصت خلاص، ابتدي اعمل ريموف للتاول بتاعتي. واعمل دراينس للماوس بتاعي. بعد الراينس طبعا لو البيشن عايز يتمضمض تاني مفيش مشكله، مش عايز خلاص ببتدي ايه انشف ايه حوالين الماوس ديت، وارجع البيشنت ليه الكمفورتابل بوزيشن.